هذه بكالوريا 2020 لمادة اللغة الإنجليزية الخاصة بالشعب العلمية والتقنية، لنحاول معا كتابة التعبير الكتابي الخاص بالموضوع الأول. أول شيء نقرأ نص السؤال. Money laundering is a serious threat to the development of the country and its financial system. في كل الوضعيات الإدماجية توجد جملة مقدمة كهاته، الغرض منها هو حصر تفكيرك في إطار معين، وضعية خاصة عليك أن لا تخرج منها لكتابة الفقرة التي عليك إنجازها. مثلا هنا يقول لك أن غسيل أو تبييض الأموال money laundering هو تهديد جدي. serious threat لأي شيء؟ لأمرين اثنين، أولهما the development of the country تطور الدولة and its financial system نظامها المالي. المجال الذي ستكتب فيه الآن صار واضحا جدا، غسيل الأموال وكيف يهدد تقدم الدولة ونظامها المالي. لنرى ما هو المطلوب منك. write اكتب an article مقالة، ليست رسالة letter، وليست conversation حوار، وليست report تقرير. مقالة مثل التي تكتبها في الفلسفة أو الأدب العربي، مجموعة من الفقرات. of about 80 to 120 words بمعنى حوالي 10 إلى 14 سطر، يعني ليست طويلة جدا. هذا لا يعني أن تكتب 5 أسطر وتقول لقد كتبت تعبير. to your local newspaper لجريدتكم المحلية. هذه العبارة تختلف من تعبير إلى تعبير، فتارة يقول لك to your school magazine إلى مجلتكم المدرسية، تارة أخرى on your website بمعنى موقعك على الإنترنت، تارة on your blog معنى على صفحتك في الإنترنت. أهم من هذا يوجد to sensitize بمعنى لتحسيس من بالضبط citizens المواطنين about بشأن the dangers بمعنى الأخطار of this unethical practice هذه الممارسة لا أخلاقية on the country's economy على اقتصاد الدولة. انظر هنا ماذا تجد. The following notes may help you. الممتحن يزودك بهذه النقاط، كل واحدة منها تبدأ بهذه الدش، أنت تستعين بها لتوسيع موضوعك. هو يقول لك may help you بمعنى ممكن أن تساعدك، إذا كان لديك أفكار أحسن من هذه لتوسيع موضوعك استعن بها بدل هذه، لكن على الأقل استعمل بعضا منها. النقاط هي country's reputation معناها سمعة البلد وأكيد ستكون سيئة، slow development تطور بطيء، loss of income ضياع للدخل، less control on the economy معناها تحكم ضئيل في الاقتصاد. لماذا يزودك الممتحن بهذه النقاط؟ لتكون خارطة الطريق بالنسبة لك فتستعين بها، فلا تنساق خلف أفكار متشعبة وتخرج عن الموضوع فتعاقب بحرمانك من النقطة أو جزء كبير منها. أنت أكيد لا تريد ذلك، أليس كذلك؟ خذ الآن ورقة المحاولات الخاصة بك. حاول أن تضع مخطط لتعبيرك قبل أن تكتب أي كلمة فيه. حدد ماذا ستكتب من البداية حتى النهاية. أولاً عليك بكتابة فقرة رقم 1، إنها المقدمة. غالباً تحوي تعريف للشيء الذي تريد الكتابة عنه. في هذا السؤال سنكتب عن money laundering. قم إذن بتعريف هذه الظاهرة. ما هي؟ سببها الرئيسي وأين تنتشر؟ ثانياً ستكتب لب الموضوع the body. هنا ستتقيد بنص السؤال sensitize citizens about its dangers تحسيس المواطنين بأخطارها، والمتمثلة في النقاط المقترحة واحدة واحدة مع الشرح وإعطاء أمثلة من أرض الواقع، إحصائيات، حقائق إذا توفرت لديك المعلومات. لا تبخل بالشرح، على الأقل جملتين أو 3 لكل نقطة معطات. إذا كان لديك الكثير من المعلومات جزء لب الموضوع إلى عدة فقرات.
آخر مرحلة لدينا كتابة الخاتمة، وبما أننا كنا قد تحدثنا عن الأخطار فيمكن هنا أن نقدم بعض النصائح كحلول لهذه المشكلة، على أن لا نبالغ كثيرا، 3 أو 4 حلول كافي جدا جدا. قبل أن نبدأ، ملاحظة بسيطة جدا، ستمر على كم من هائل من المصطلحات، ربما تكون جديدة بالنسبة لك، لا تخف منها، كرر استعمالها وستصبح مع الوقت جزء من قاموسك. نبدأ بمقدمتنا، قلنا نكتب فيها تعريف لهذه الظاهرة، سببها الرئيسي وأين تنتشر بشكل كبير. المتعارف عليه هو أن غسيل الأموال عمل إجرامي، ممارسة لا أخلاقية. نبدأ بهذه الجملة المقدمة topic sentence. لا أبدأ من الهامش مباشرة، أبتعد بحوالي 2 سنتيمتر وهي مسافة الindentation. نبدأ الجملة دوما بحرف capital letter. إذن money laundering is an unethical practice and criminal act. نقطة. ترون، مجرد فكرة عامة جدا جدا. الفكرة الثانية، هذه الظاهرة تعتبر عادية في الدول التي يسودها الفساد. أكتبها This phenomenon is a common practice in countries where corruption prevails. نقطة، أنهيت فكرتي. استعملت كلمة practice في الجملة الأولى، لا أكررها في الجملة الثانية، أستعمل مرادفها attitude. أهم جملة هي هذه التي سأكتبها الآن لأنها تحوي التعريف. من المتعارف عليه عالميا أن تبييض الأموال هو عملية يتم من خلالها تحويل مداخيل ضخمة من مال فاسد يتم الحصول عليه بطرق غير قانونية، كتجارة السلاح، المخدرات، الاتجار في الأعضاء البشرية، بيع الأطفال والرقيق الأبيض، وإظهار أنه تم كسبها بطرق شرعية، وكل هذا لتفادي أو الهروب من العقاب القانوني. كيف أكتب هذا بالإنجليزية؟ أبدأ It تعوض Money laundering is the process والعملية by which التي عن طريقها huge amounts كميات عظيمة of من illegally obtained money من المال المتحصل عليه لا شرعيا from من serious crimes جرائم خطيرة such as مثل arm trafficking الاتجار غير مشروع بالسلاح drugs مخدرات organs أعضاء بشرية children أطفال white slaves الرقيق الأبيض selling بيع is given يعطى the appearance مظهر أو شكل أو being كونه legitimate شرعي to avoid لتفادي أو evade لتهرب من judicial or juridical punishment العقاب القانوني. فكرة أخرى، أين تنتشر هذه الظاهرة؟ تبييض المال غير منتشر فقط في الدول التي تعاني من الفقر والتخلف، بل تنتشر أيضا في الدول الأكثر تقدما. كيف أكتبها؟ Money laundering crosses borders بمعنى يتخطى حدود. Poor and underdeveloped countries بمعنى الدول الفقيرة والمتخلفة. To find shelter ليجد مأوى له in في the most modern ones بمعنى الدول الأكثر تقدما في العالم. وتنتهي الفكرة، علينا الآن أن نقول لماذا. أكتب الآن السبب الحقيقي لهذا الفعل الإجرامي، وهو أن هذه الظاهرة تظهر بسهولة كبيرة في المجتمعات حيث تنحل الأخلاق وتفقد المبادئ قيمتها. كيف أكتبها بالإنجليزية؟ This phenomenon emerges هذه الظاهرة تنبثق easily بسهولة in societies في المجتمعات where حيث ethics الأخلاق are deteriorated انحلت and principles المبادئ lost أضاعت their value بمعنى قيمتها. نقطة، انتهت الفكرة. ملاحظة مهمة، هذه المقدمة يمكنك استعمالها في أي موضوع يندرج تحت الفساد. Smuggling التهريب، bribery الرشوة، false accounting تزوير الحسابات، fraud الغش، embezzlement الاختلاس، tax evasion تهرب من الضرائب، nepotism المحسوبية، حتى corruption أي الفساد ذاتها.
فقط قم بتغيير كلمة money laundering بأحد هذه المصطلحات، وأكيد غير أيضا التعريف، وستحصل على مقدمة صالحة لكذا ظاهرة فساد. تعالوا نكتب لب الموضوع. علينا بالتقيد بنص السؤال شرح The Dangers of Money Laundering. نشرح النقاط التي زودونا بها الواحدة تلو الأخرى. نبدأ الآن بجملة مقدمة. Topic sentence. Worldwide عالميا citizens المواطنين are unconscious غير واعين بشأن ماذا؟ The serious من ناس التهديد الجدي of money laundering تبييض الأموال on the development of their countries على تطور دولهم and their economical systems أنظمتهم الاقتصادية in the long run بمعنى في المدى البعيد. Developing countries الدول النامية report تقر having تواجد considerable annual loss خسائر سنوية معتبرة in the revenue بمعنى مداخلها due to money laundering بسبب تبييض الأموال. You may ask why ربما تسأل لماذا. This is mainly due to the fact هذا يعود على وجه الخصوص لي. هذه العبارة يمكن أن تستعيرها كما هي وتستعملها حيث تشاء للتعبير عن السبب. Traffickers never pay taxes التجار الغير شرعيين لا يدفعون أبدا مستحقاتهم الضريبية. This tax evasion هذا التهرب الضريبي drains يجفف the country's financial resources المنابع المالية للدولة. As a matter of fact كنتيجة حتمية the country الدولة finds itself تجد نفسها unable غير قادرة أو عاجزة to finance على تمويل its development projects أي مشاريعها التنموية. This fact هذا الحدث slows يبطئ its progress بمعنى تطورها and impoverishes it بمعنى يفقرها. شرحنا الفكرة الخاصة بضياع الدخل كيف يضيع الدخل من الدولة. ننتقل لشرح فكرة أخرى ونحتاج لفكرة جديدة. Worse than what was mentioned above أسوأ مما ذكر في الأعلى a country الدولة where حيث money launderers غاسل الأموال impose their will يفرضون إرادتهم is susceptible هي عرضة ل losing foreign investors خسارة المستثمرين الأجانب especially خاصة those companies تلك الشركات with that well-established reputation السمعة العريقة فهم لا يقبلون أبدا they never accept to collaborate with تعاون مع or operate in أو العمل في countries hosting money launderers في الدول التي تستضيف غاسل الأموال. Such a fatal act هكذا فعل قاتل leads to يؤدي إلى losing the trust of their client فقدان ثقة زبائنهم and their shareholders وشركائهم or أو being labeled to criminal charges تعريضهم أو تعرضهم لتهم جنائية. من يدفع الثمن؟ The country pays the bill الدولة تدفع الثمن. كيف؟ Through losing some income عن طريق خسارة بعض الدخل الذي توفر هذه الشركات provided by these companies. شرحنا فكرة السمعة السيئة للدولة وكيف تطرد المستثمر الأجنبي. ما زال لدينا فكرة أخرى علينا شرحها في فقرة أخرى. هل يمكن اعتبار غاسل الأموال كتجار عاديين؟ أكيد لا، هم مجرد مجرمين ويسيطرون على المؤسسات المالية. كيف أكتبها؟ Money launderers غاسل الأموال are criminals مجرمين هو الذين invade يحتلون and manipulate يسيطرون على أو يتحكمون في the financial institutions المؤسسات المالية. لكن ما هي النتيجة؟ they reduce their efficiency يقللون من نجاعتها. كيف ذلك؟
by exploiting عن طريق استغلال corrupt employees موظفين فاسدين bribed تتم رشوتهم to ease or to facilitate لتسهيل the cash inflows and outflows تدفق السيولة لداخل أو خارج national banks البنوك الوطنية cripple لشل anti-laundering regulation أنظمة مكافحة غسيل الأموال and detection systems أنظمة الكشف عن هذه العمليات. Launderers غسل الأموال never invest their money لا يستثمرون أبدا أموالهم in long-term sustainable projects في مشاريع طويلة الأمد أو مستدامة لاقتصاد الدولة that serve the national interest التي تخدم مصلحة الدولة or create permanent labor forces أو تخلق مناصب شغل دائمة rather بل keep running their money in the same vicious circle يحافظون على تدوير أموالهم في نفس الدائرة الخبيثة الفاسدة of drugs, serious crimes من المخدرات والجرائم البشعة. Laundering غسيل المال causes the smuggling or the outflows of huge capitals abroad تهريب أو تدفق كبير لرؤوس الأموال للخارج in fake deals في صفقات وهمية which results in مما ينتج عنه devaluating local currency خسارة العملة المحلية لقيمتها and و depriving حرمان the country الدولة from من the added value القيمة المضافة to the national income للدخل القومي which helps in الذي يساعد في creating new labor forces خلق قوى عاملة جديدة fighting unemployment محاربة البطالة and و providing commodity supply توريد السلع. The capital's smuggling تهريب الأموال decreases يخفض domestic saving المدخرات المحلية which leads to مما يؤدي إلى shortage of funds نقص في الأرصدة المالية thus وبالتالي the country's inability عجز الدولة أو عدم قدرتها to على finance تمويل its development projects مشاريعها التنموية worse أسوأ it increases تزيد من أو ترفع external indebtedness المديونية للخارج. شرحنا كيف يدمر غسيل الأموال الاقتصاد الوطني لأي دولة. أريد أن أضيف نقطة أخرى وهي كيف يحطم غسيل الأموال البنية الاجتماعية وعلاقة الأفراد بدولتهم. أكتب Money laundering غسيل الأموال destabilizes يزعزع society كيف ذلك؟ By causing بتسببه في the enrichment إثراء of specific individuals أفراد معينين illegally بطريقة غير شرعية while بينما impoverishing يفقر a large portion شريحة كبيرة of productive individuals من الأشخاص المنتجين أو من الأفراد المنتجين working legally الذين يعملون بشكل قانوني. هذا يغذي الشعور بالظلم والاضطهاد. This feeds the feeling of injustice and persecution inside society معناها داخل المجتمع and results in وينتج عنه rebellion of citizens against their governors هي ثورة المواطنين ضد حكامهم. وبهذا أكون قد أضفت نقطة إضافية من عندي إضافة إلى النقاط التي اقترحوها هم. وصلنا إلى الخاتمة. قلنا سنقدم بعض النصائح لمحاربة هذه الجريمة. نبدأ دوما بجملة مقدمة. Money laundering consists among us. غسيل الأموال يشكل تهديد لمن؟ To the global and national economy. للاقتصاد العالمي والوطني. إذن ما الحل؟ Therefore وبالتالي it must be curbed with an iron hand. يجب كبحها بيد من حديد. إذا قدمنا نصيحة نستعمل modal verbs. سنتطرق لها في درس منفصل.
هذه نصيحة عامة جدا. ندخل الآن في بعض التفاصيل. The media, وسائل الإعلام, had better contribute in this fight. من المستحسن بالنسبة لوسائل الإعلام المشاركة في هذه الحرب. استعملت had better لإعطاء النصح ومعناها من المستحسن أو من الأفضل بالنسبة لها. And denounce money launderers, وفضح غاسل الأموال. نصيحة أخرى. It's the duty of the government, من واجب الدولة, to impose on the banks, أن تفرض على البنوك, currency reporting transactions, الإبلاغ عن المعاملات المالية. نصيحة أخرى. It's high time, حان الوقت, to, لكي, commission audits and tax inspectors, لإيفاد معاقبين ومفتشي ضرائب, to inspect, لمراقبة, and ensure, ضمان, the fairness and transparency, عدالة وشفافية, accounting and legitimacy of transactions, الحسابات وشرعية المعاملات, in the banks and firms, في البنوك والشركات. نصيحة أخرى. All banks, كل البنوك, should, من المفروض عليها, activate, تفعيل, anti-laundering regulation and system detection, أنظمة غسيل الأموال والكشف عن هذه العمليات. آخر نصيحة. Employees, الموظفين, facilitating such fraudulent crimes, المسهلين لهذه الجرائم التي يشوبها الغش, have to be, يجب أن, penalized severely, معاقبتهم بشدة. آخر نقطة في هذا العمل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا بشكل أو بآخر. إذا أردتم الكتابة في موضوع ما, اتركوا تعليق لأعرف ما هي مجالات الكتابة التي تهمكم. Thank you.